بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. ان شاء الله هنتكلم في التوتوريال دوت عن السكند بارت اوف ديمو بروجكت، ازاي نعمل اوتو لودنج للموقع بتاعنا. يعني ايه الاول اوتو لودنج؟ اوتو لودنج احنا بنستخدمه لما بيكون المشروع براكتيكال، بدل ما انت تعمل ريكواير وانس لكذا فايل. ونفترض مثلا ان انا عندي فايل اسمه كلاسز، الكلاسز دوت هو اللي هيعمل هاندل على البروجكت كله. فبالتالي هيواجهني مشكله دلوقتي ان انا ازاي اعمل هاندل على البروجكت كله من غير ما استدعي الفايل كلاسز دوت. فعشان كده مثلا في الاندكس او مثلا في ال عايز اشتغل مثلا بملف الكونفيج، هتلاقي ان انا في كل فايل عندي محتاج ان انا اعمل ريكواير وانس للكونفيج، ريكواير وانس للكلاسز اللي انا هبتدي اشتغل بيها. فانا عشان خاطر اتجنب حاجه زي كده هشتغل بحاجه اسمها الاوتو لودنج. فعشان كده هتلاقي ان الموضوع بقى اسهل بكتير. عامه احنا بنشتغل بكام دوت لما بيكون بروجكت. طيب دلوقتي الاوتو لودنج بشكل عام هو عباره عن نوعين، نوع جاي من البي اتش بي، بي اتش بي نفسها هي بتقدمه، وفي اوتو لودنج تاني الكومبوزر نفسه هو اللي بيقدمه. الاوتو لودنج اللي في الكومبوزر نفسه بيكون كذا نوع، تقريبا اربع انواع: كلاس ماب، نيم سبيس، بي اس ار 4، وريل. احنا يعني النوع اللي دايما الناس بتشتغل بيه اما بي اس ار 4 او الكلاس ماب. في دلوقتي نيجي بقى لنقطه ان احنا هنشتغل بأني واحد، هل هنشتغل بالكلاس ماب ولا البي اس ار 4؟ انا دلوقتي هشتغل بال PSR 4 ودوت، لان الكلاس ماب بيعتمد على ان الفايل اللي هشتغل بيه دوت عباره عن دايركتوري. فنفترض دلوقتي ان الموقع عندي كبير، ونفترض مثلا موقع زي فيسبوك، الموقع دوت مستحيل ان هو يكون شغال بالكلاس ماب، لان دلوقتي بيعتمد على الدايركتوريز. فنفترض دلوقتي ان الكلاسز اللي عندي نفترض ان هم بتاع 30 فولدر، فبالتالي انا محتاج دلوقتي اعمل انكلود ل 30 اسم ب 30 فولدر بالدايركتوريز بتاعتهم، هم جايين منين بالظبط، ابتدوا منين، مثلا من اوبت لامب اتش دوكس وهكذا. فهتلاقي ان انا عندي الموضوع بقى كبير قوي. فبالتالي انا عشان خاطر اتجنب حاجه زي كده هشتغل بالبي اس ار 4. انا هشتغل بالفايل اللي هو جواه كل حاجه، ونفترض اللي هو الفولدر اللي هو كلاسز. طب جوه الفولدر كلاسز دوت نفترض مثلا في كلاسز، في فولدر تاني مسؤول عن المسؤول مثلا عن اللوجن، فولدر تاني مسؤول عن الريجستر، فولدر تاني مثلا مسؤول عن السكيورتي. بس كل الفولدرز ديت موجوده تحت اسم واحد اللي هو الكلاسز. فبالتالي انا هخلي الفولدر اللي انا هشتغل عليه نيم سبيس اللي هو اسمه كلاسز، وبعد كده هبتدي بقى لو انا عايز اجيب فولدر تاني جوه الكلاسز دوت، كل اللي انا بعمله بس ان انا بجيب سب نيم سبيس اللي هو بيبقى باك سلاش او فورورد سلاش على حسب ما هنشوف دلوقتي. طب خلينا بقى نعمل الاستراكشر بتاع الموقع بتاعنا، وبعد كده نبتدي نشتغل بالنيم سبيس ستايل. طيب خلينا الاول نعمل نيو فولدر نسميه اب، جوه الاب دوت هنعمل نيو فولدر تاني ونسميه كلاسز. بعد كده هنعمل خلي الاستراكشرز الحاجات ديت بعدين، الفايلز اللي هنشتغل بيها. بعد كده هنعمل فايل عندنا وهو index.php، وبعد كده خلينا نعمل فايل تاني وهو composer.json. وجوه composer.json كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا نقول الاوتروب بتاعنا. طبعا طالما انت بتكتب كام دوت ما تكتبوش ما بين سنجل كوتيشن، هيطلع لك سينتاكس ايرور، لازم يكون ما بين دبل كوتيشن. بعد كده والتايب بتاعنا بي اس ار 4. بعد كده الفايل اللي هنشتغل عليه اللي هو اب. بعد كده باك سلاش، بس طبعا الباك سلاش ديت انا محتاج ان اعمل لها سكيب، لان الباك سلاش دي هتعمل سكيب او يعني هتشتغل على الدبل كوتيشن ديت، فمحتاج ان انا اعمل لها سكيب. بعد كده هقول له النيم سبيس بتاعنا. طيب بكده يكون خلص دوت. خلينا بقى نروح دلوقتي نفتح التيرمينال. بعد كده نقول cd opt lamp htdocs tutorials، بعد كده multi upload. بعد كده هنقول sudo composer dump autoload. كده تمام، الموضوع بقى شغال، ما فيهوش اي مشكله. طيب دلوقتي لو انت عايز مور ديتيلز عن الاوتو لود، لان احنا سبق وشرحنا الكلام ده قبل كده في البي اتش بي براكتيكال، في الفيديو بتاع كونفيجريشن اند اوتو لودنج ده في البي اتش بي براكتيكال، لو انت عايز تعرف ايه الانواع بالظبط او الكونتكست بتاع الحاجات ديت او كل حاجه منها بتشتغل ازاي. بس انا هنا دلوقتي هشتغل بالنوع اللي هو يهمني ان انا اشتغل بيه. طيب اشوفكم ان شاء الله في التوتوريال القادم.
ان شاء الله، وهو الداتابيس استراكشر. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.